إليك مجموعة مذهلة من الاكتشافات التي ظهرت مؤخراً في اليابان، المعروفة بكونها واحدة من أغرب وأعجب دول العالم. تلال الدفن العنقودية هي مجموعة من المقابر على شكل ثقب المفتاح، والتي تم بناؤها خلال فترة كوفن في سكاي الواقعة في محافظة أوسكا في اليابان. استمرت فترة كوفن من عام 300 إلى عام 538 بعد الميلاد، وسميت تلك التلال على اسم مراسم الدفن المتمثلة في بناء تلال جنائزية ضخمة لأفراد الطبقة الحاكمة. بدأ تقليد بناء تلك المقابر في أواخر القرن الثالث الميلادي، وكان الشكل الأكثر شيوعاً يعرف باسم زيمبو كوين فون، والذي يأخذ شكل ثقب مفتاح له طرف شبه منحرف ونهاية دائرية. يبلغ عرض العديد من تلك المقابر المئات من الأمتار، كما أن هناك خندق مائي يحيط بها، كما أنها محمية بواسطة تماثيل من الطين تعرف باسم هانيوا، بطريقة توضح ثروة ومكانة الفرد المدفون. على عكس غيرها من الحقول حول العالم، فإن حقول الأرز في اليابان مزينة بجداريات متقنة مصنوعة بأيدي بشرية على درجة عالية من المهارة. تعد تلك اللوحات الجدارية للأرز في اليابان جزءاً من التقاليد اليابانية في بلدتين زراعيتين إنكايدت ويونيزاوا، ويمتد على مساحة 15,000 متر مربع، ولا يمكن رؤيته إلا من الجو أو من فوق برج القلعة المحلية. وبغض النظر عن أن هذا فنًا في حد ذاته، إلا أنه يتم الاحتفال بهذا الفن في اليابان باعتباره رمزًا لقيم الروح الوطنية. دوما كاراكوري هي دومًا آلية يابانية تقليدية أو أوتوماتونز، مصنوعة منذ القرن السابع عشر وحتى القرن التاسع عشر كشكل من أشكال الترفيه. يعتقد أن اسم كاراكوري يأتي بالفعل الياباني كاراكورو، والذي يعني سحب وتمديد وتحريك الخيط. أنشأت شركة جي آر ويست في اليابان روبوتاً عملاقاً لإصلاح الكابلات في خطوط السكك الحديدية. هذا الروبوت قادراً على تنفيذ عمليات صيانة التي يستحيل على العمال العاديين القيام بها، ومع ذلك فهي ليست شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي، ولكنها آلة يقودها إنسان من خلال عرض الواقع الافتراضي وأجهزة الإدخال التي تسمح له بتحريك أذرع الروبوت وأصابعه، ويتم إنتاج الروبوت بواسطة هيومن ميشوري ونيبان سيجنال، ويتم حالياً اختبار الروبوت بهدف تشغيله بالكامل بحلول عام 2024. من المثير للدهشة أن غزلان سيكا عاشت جنباً إلى جنب مع البشر في مدينة نارا اليابانية القديمة لعدة قرون، ولقد عرف اليابانيون كيفية الاستفادة من المكانة المقدسة لتلك المخلوقات التي يعتبرها اليابانيون رسلاً للآلهة، حيث تتمتع غزلان سيكا بالحرية في التجول حول نارا إحدى أقدم مدن البلاد، حيث تدخل معابدها وتتجول في وسط المدينة بكل حرية ويسر. اعتذرت شركة حلويات يابانية عن زيادة سعر غاري غاري كون، وهو آيس كريم شهير للأطفال، حيث رفعت كاجينا كييجيو سعر المصاصة بزيادة 9 سنتات لأول مرة منذ 25 عاماً وفقاً لتقارير الفاينانشال تايمز. وكنوع من إظهار الأسف لحدوث هذا الأمر، قدمت الشركة الآن اعتذاراً علنياً من خلال إعلان مدته 60 ثانية تم بثه على التلفزيون الوطني، حيث انحنى رئيس الشركة إينو سوتا ورئيسها هيديكي أونو والموظفون أمام المشاهدين. تعتبر المهرجانات الإقليمية من أهم معالم السفر في اليابان، ولا تعد مدينة أوكيناوا استثناء، حيث يقام الاحتفال الصيني الرئيسي غريت تاكس أوف وار عادة من يوليو إلى أكتوبر احتفالاً بالحصاد الجيد. الحدث عبارة عن مسابقة لشد حبلاً ضخماً وسط المدينة. الحبل في الواقع عبارة عن حبلين متصلين بواسطة عمود كبير، يتجمع المشاركون على كل جانب ويسحبون ويصارعون من أجل الفوز، وبمجرد أن ينتصر فريق يتم قطع الحبل، ويمكن للمشاركين أخذ قطعة إلى المنزل من أجل جلب الحظ السعيد. قدم مصنع صغير في اليابان أول مأوى للبقاء على قيد الحياة إذا ما حدثت تسونامي، وهو عبارة عن كبسولة يمكن أن تطفو على الماء ويمكنها استيعاب 4 أشخاص بالغين بالداخل. فجراب الهروب الصغير هذا هو في الواقع ملجأ للبقاء على قيد الحياة من موجات المد البحري، والذي يمكن أن يطفو في حالة وقوعه في كارثة تسونامي. أطلقت الشركة عليه اسم نوح رجوعاً إلى سفينة نوح، لكنها ليست كبيرة بما يكفي لتحمل أكثر من 4 أشخاص بالغين،
تباع تلك الكبسولة بأقل من $4,000، وهي مصنوعة من الألياف الزجاجية المحسنة، وتحتوي على عمود داخلي للحفاظ على توازنها، وتكون بألوان تسهل اكتشافها عندما تنحسر المياه. يعد غاندم الذي يبلغ ارتفاعه 18 متراً في يوكوهاما أحد أكثر المعالم السياحية إثارة للإعجاب حتى الآن، فمع الأضواء الوامضة والأطراف المتحركة والقدرة على الخروج من غاندم داك المحيطة، يعد الروبوت الضخم أعجوبة هندسية حديثة. لقد بدأ تطوير المشروع منذ عام 2014، حيث أمضى المصممون عدة سنوات قبل الكشف عن غاندم أخيراً في ديسمبر من عام 2020. تيكي ميكا هي أكبر مدربة يابانية، وهي في التسعينيات من عمرها وفقاً لدي دبليو نيوز. تقوم تيكي ميكا بالعديد من التدريبات وتحمل الأثقال وتمشي لمسافة 4 كيلومترات كل يوم. تقول تيكي ميكا أنها بدأت في سن 65 ولم تتوقف عندما أصبحت أكبر مدربة في سن 87، وأنها تأمل أن تتمكن من أداء عملها حتى نهاية عمرها.